سنتكلم في هذا الدرس عن المثبطات، مثبطات الإنزيم من النوع لا تنافسية، المثبطات اللا تنافسية أو ما يسمى ب inhibiteur incompétitif، وهي مثبطات ترتبط بالإنزيم المعقد فقط. ويمكن تلخيص كل التفاعلات التي تجرى مع الإنزيم بالرسم التالي على اليسار، حيث يرتبط المثبط E هنا في المركب ES فقط بالطريقة التالية، ولا يرتبط أبدا بالإنزيم في شكله الحر. بطبيعة الحال عند ارتباطه بالمركب إنزيم مادة الأساس ES، فهو يحدث تغيرات في هذه المنطقة، والتي سنستخرج منها ألفة الإنزيم تجاه مادة الأساس. كذلك يفضي الترابط مع مادة الأساس ES والمثبط E إلى معقد ثلاثي ESE، والتي له انعكاسات كبيرة من حيث السرعة القصوى للإنزيم. يمكن كذلك فهم هذه الترابطات من خلال الصورة على اليمين، حيث يرتبط المثبط فقط عندما يرتبط المادة الأساس بالإنزيم، ولا يمكن أن يقوم بالعكس. كيف ستتغير ثوابت كأم وبماكس لحضور مثبط لا تنافسي inhibiteur incompétitif؟ ستتغير كل هذه الثوابت من خلال الترابطات التي سيقوم بها المثبط اللاتنافسي، حيث أنه إذا ارتبط بالمركب المعقد S فإنه سيغير هذا التوازن الذي يميزه ثابت كS إلى صالح المركب S. بطبيعة الحال تركيز S سيرتفع، وفي نفس الوقت سينخفض تركيز E، والحصيلة هو انخفاض كذلك ثابت كS، انخفاض ثابت كS بمعامل 1 زائد تركيز E مقسوم على ثابت كإبريم الموجود هنا. بطبيعة الحال إذن كأس ستنخفض، هذا يعني أن ألفة الإنزيم سترتفع، عكس الثابت يعطي الألفة، وهذا يشكل شيء ما شيء من الغرابة، لأنه مثبط ولكنه في نفس الوقت يحفز تفاعل الإنزيم مع مادة الأساس ليعطي المزيد من المركب المنتج للنواتج. لكن من ناحية السرعة القصوى، فالتفاعل مع المثبط E يفضي إلى معقد ثلاثي لا يمكن فكه ولو بحضور تركيزات مرتفعة من مادة الأساس التي تكون في أثناء قياس السرعة القصوى بمات. ولهذا فإن كذلك السرعة القصوى ستنخفض وستكون مقسومة على نفس المعامل 1 زائد تركيز E مقسوم على كإبريل كما نرى هنا. من ناحية معادلة السرعة، معادلة السرعة كما تعرفون بغياب المثبط لا تنافسي فهي كما يظهر أمامكم على اليسار، أما بحضور المثبط فلا يجب أن ننسى قسمة السرعة القصوى بالمعامل، لأنها ستنخفض نتيجة لتشكل معقد ثلاثي لا يمكن أن نفصل من خلاله المثبط الذي سبق أن ارتبط بالإنزيم. وكذلك لا ننسى أن نقسم كذلك نخفض كأس بقسمتها على نفس المعامل 1 زائد تركيز E سير كأس على كأس. من ناحية المنحنيات، منحنيات ميكايليس مانتن، فهي تعطي الشكل الآتي مع سرعة قصوى مرتفعة بغياب المثبط،
لكنها ستنخفض بحضور المثبط بطبيعة الحال مع تغير في ثابت كاس ليصبح كاسبرين والذي هو صغير مقارنة مع كاس. من ناحية واحد على V بالنسبة لواحد على S فهو يشكل منحنيات كالشكل التالي مع نقطة واحد على في ماكس هنا في ماكس بالنسبة للمثبط وواحد على في ماكس بالنسبة للحالة بدون المثبط وهو شكل معروف عند المثبطات اللاتنفسية.